يعطيك بالعافية. احنا الان في لوس انجلوس، المكان الوحيد اللي ممكن تشوف فيه الستارز واسمائهم على الارض الا شخص واحد اللي هو محمد علي كلاي. محمد علي كلاي رفض يحط اسمه على الارض عشان ما الناس تدوسه، لانه في اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فحطوا له اياه سبيشالي على الحيط، وبقى عدة سنوات مرفوض انهم يحطوه على الحيط، لما اخر شيء وافقوا لانه محمد علي كلاي فعلا شخص يستحق قبعة دام. يعطيكم العافية من LA، يلا نراكم قريبا.